عملية شيل اللوز واللحمية tonsillectomy عملية كتير شائعة، على القليل 500,000 ولد بأمريكا بنعمل لهم عملية كل سنة، وهي عملية سيف، ما فيها عوارض مزمنة بتأثر على حياة أو صحة الطفل. بهيدي كان في نوع من الخوف عند كتير، بعده موجود عند كتير أهل، متداول هون بأوروبا بأمريكا، هل يا ترى إذا شلنا هاللوزات وهاللحميات بتأثر على صحة طفلي؟ هل يا ترى بتأثر بصير عنده التهابات كتير، أو بتأثر على نموه، أو بتأثر بصير عنده مشاكل تانية صحية؟ وكلهم هيدول مش مزبوطين. مع التاريخ مع الوقت وكل الابحاث فرجت انه هيدا مش مزبوط، بالعكس بتحسن له صحته على كل الاحوال.